السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي أخواتي على قناتكم نزهة في البيت. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا حريرة بطريقة جد رائعة وصحية وتجي لذيذة ومنسمة. إن شاء الله غادي نجربوا هالطريقة، غادي تعجبكم بزاف بزاف لأنها فعلا صحية. تبعوا معي مراحل التحضير ويلا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا 4 ديال المطيشات كبار اللي سلقتهم في الماء وطحنتهم وصفيتهم، ضروري نصفيوهم. وعندي شوية ديال العدس، وعندي الحمص اللي فسخته ديجا مرقد في الماء، وعندي هنايا واحد الكمية ديال الكرافس والقزبر والمعدنوس. وبالنسبة للخضرة اللي غادي ندوروا بها الحريرة، عندي واحد البطاطا صغيرة، وعندي بصلة، وعندي 2 خيزوات، وعندي قرعة واحدة. وبالنسبة للعطرية، عندي نحتاج لها إبزار وسكنجبير، خرقوم بلدي، وشوية ديال الملح، وزيت الزيتون. صافي، غادي نبداو مباشرة في التحضير ديال الحريرة. غادي نضيفو على مطيشة، نضيفو عليها الحمص مفسخ والعدس اللي غسلته بالماء وصفيته من الماء، وغادي نضيف الربيع والكرافس، وغادي نخلي واحد الكميه قليله اللي غادي نضيفها في الاخير. صافي، غادي نوضع دابا الخضر اللي عندي. بالنسبه للبصله تقدروا تحكوها، حيت من بعد غادي هاد الخضر هادو غادي نطحنوهم. صافي، وغادي منين وضعت الخضر كامله، غادي نضيف 2 معالق متوسطين ديال زيت الزيتون او زيت المائدة اختياري، وغادي نضيف الملح، الملح تتبقى حسب الذوق. غادي نضيف حسب معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي، كذلك معلقة صغيرة ديال سكينجبير، ومعلقة صغيرة ديال الإبزار، وكذلك ضيفوا لها 1 معلقة صغيرة ديال السمن، راها تجي لذيذة رائعة بالسمن. انا ما بقاش عندي السمن. صافي، وغادي نبداو نرويو الماء. هنايا انا درت الماء سخون. صافي، وغادي نضيفوها للنار حتى تغلي على هذا الشكل هذا. صافي، وغادي نسد على الكوكوت ديالي. المدة ديال الطهي ديالها ناخذت ليا نصف ساعة. صافي، من بعد ما طابت لينا غادي نحاول نحيد هذيك الخضرة ونديرها في واحد الإناء، حيت من بعد غادي نطحنها، وهاد الخضر هذه هي اللي غادي ندور بها الحريرة ديالي. والبصلة كذلك نحيدوها. صافي، وغادي نحيد القرعة، وغادي نحيد البطاطا كذلك حتى هي، وغادي نطحنها، وغادي نحيد حتى 1 2 هذا ديال الكرافس، عويدات ديال الكرافس حتى هما غادي نحيدهم وغادي نطحنهم. بالنسبة للحمص راه طاب ليا، كيف قلت لكم الوقت اللي دارت ليا فاش طابت ليا الخضره والحمص نصف ساعه. وتقدروا على حسب النوعيه ديال الحمص يقدر يدي لكم الطياب مده اطول، اكثر من نصف ساعه او لا نصف ساعه. صافي، كيف شفتوا الحمص طاب هرا، انا دابا غادي نطحن الخضر اللي عندي. من بعد هنايا غادي نضيف هاد المطيشه مصبره، هذه صنع منزلي. الى بغيتوا الطريقه ديال التحضير ديالها قولوها ليا وانا ندير لكم ان شاء الله فيديو عليها. صنع منزلي طبيعيه بدون مواد حافظه، تنصوبوها في البيت ديالنا وتجي الحريره محمضه وتجي حمراء وتجي رائعه ولذيذه، والاهم من ذلك انها صحيه. صافي، كيف قلت لكم دابا هي الحريره غادي ندورها، وضفت ليها المطيشه، غادي نضيف ليها الخضر اللي طحنت، هي هذه غادي ندور بها الحريره ديالنا. ما غاديش نضيفو نهائيا الدقيق الابيض
ولا غادي نضيفوا النشا، ما غادي نضيفوا حتى شي حاجة من هاد الإضافات نهائيا. بالخضر فقط غادي ندوروا الحريرة ديالنا، وغادي تجي تقيلة. نتوما تتحكموا في الكثافة اللي بغيتو، بغيتوها تقيلة بغيتوها خفيفة، نتوما تتحكموا في الكثافة ديالها. صافي، انا هنايا غادي نضيف الشعرية رقيقة، تقدروا تضيفوا الروز، اي اللي تتحبوا نتوما. صافي، انايا دابا غادي نخليها طيب ليا، على ما تطيب ليا الشعرية وتدوب ليا هذيك المطيشة. صافي، تتجي على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا. صافي، راه طابت ليا تقريبا، غادي نطفي عليها النار، بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحريرة. الحريرة هي وجدات، تجي على هذا الشكل هذا، تجي رائعة ولذيذة، ومن الأهم من ذلك أنها صحية 100%، بدون دقيق، بدون طماطم مصبرة. صنع طماطم صنع منزلي وصحية 100%. وبالنسبة للخطورية ديال الحريرات، نتوما تتحكموا فيها على حسب الخضر اللي درتو، بغيتوها خفيفة ولا تقيلة، نتوما تتحكموا فيها. نتمنى أنكم تجربوها وبالصحة والراحة. نتمنى يعجبكم الفيديو، إلى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.